الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. طيب احنا ده هي مسألة واحدة اللي اخذها الآن، هي مسألة فناء النار. تكلمنا عن الجنة والنار مخلوقتان الآن ردا على المعتزلة، وأيضا فيها الخلود كما قال الله جل في علاه: أعددت العبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولما جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فسمعوا زلزلة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هذا حجر كان على حافة النار سقط فيها ما بلغ قعرها إلا بعد 70 خريفا. مسألة النار والجنة مسألة من مسائل الإيمان باليوم الآخر، وهي مسألة عزيزة ومسألة من الأهمية بمكان، أنها تدخل في ضمن عموم قول الله جل في علاه: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فالجنة والنار مخلوقتان، والجنة في السماء السابعة عند سدرة المنتهى كما قال الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. والنار أيضا خلقها الله جل في علاه، الجنة جعلها الله جل في علاه ثوابا لعباده المؤمنين كما قال الله تعالى رب العالمين: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والنار كذلك، فإن الله أعدها الله جل في علاه عقابا للمتكبرين كما تكلمت الجنة والنار. قالت الجنة يدخلني الضعفاء، وقالت النار يدخلني المتكبرون. قال: أنت عذابي أصيب بك من أشاء، وأنت رحمتي أصيب بك من أشاء. فهي دار العذاب والعقاب، وإن الله أعدها للكافرين والفاجرين والمتكبرين والمنافقين. قال الله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. ولذلك قال الله تعالى عنها: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. فهي في الأرض السابعة، وفيها ما فيها من أنواع العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. قال الله تعالى: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. قال: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال الله تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. تبقى لنا المسألة المهمة جدا، مسألة فناء النار، هل تفنى النار أم لا؟ يعني اتفاق وإجماع أهل السنة وجماعة أن هذه المسألة لا تتعرض للجنة، الجنة دائما قال الله تعالى لا يبغون عنها حولا، أما النار فقد ورد فيها الخلاف، وقد ورد على ابن تيمية أنه قال بفناء النار، وابن القيم هذب المسألة وقال بأنها يعني الذي جاء على ابن تيمية هو فناء نار الموحدين ليست فناء النار على الإطلاق، وهذا أيضا فيه نظر، لأن بعض العلماء أنكر إنكارا تاما أن يكون الإمام ابن تيمية قال بذلك. ومن قال بفناء الجنة هم هؤلاء أهل البدع الضلال الذين هم للكفر أقرب منهم للإيمان، وهم الجهمية، وهم كفر بذلك. الإمام البخاري في كتاب خلق أفعال العباد عن خارج بن مصعب قال أنه قال كفرت الجهمية في غير موضع من كتاب الله جل في علاه بأنهم قالوا بأن الجنة تفنى، وقد قال الله تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، فمن قال أنها تنفد فقد كفر لأنه كذب الله جل في علاه. الجهمية صراحة أبواب الكفر فيهم كثيرة جدا، وأما النار فقد قال بعض العلماء أنها تفنى، ونسبوا ذلك لبعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الكلام ابن القيم طبعا تتعرض له، وهم نسبوا الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية. أما أهل السنة والجماعة اتفقوا جميعا على أن النار لا تفنى، وأن أهلها يكونون خالدين فيها أبدا. ولذلك الله جل وعلا يعني كما جاءت في الأثار أنه يؤتى بالموت فيقال يا أهل الجنة فيشرئبون ينظرون، ويقال يا أهل النار فيشرئبون ينظرون، فيقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. دكتور أيمن، الآن وجب الرحيل، والنار كما قلنا لا تفنى، كما قال ذبح الموت فلما ذبح قال يا أهل النار خلود بلا موت، دل على أنها لا تفنى، وقد جاء في القرآن ما يدل على ذلك وأنها على التأبيد.
قال الله تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. قال خالدين فيها أبدا، خالدين ومؤكدة بالتأبيد، خالدين فيها أبدا. وقال الله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وأيضا قال الله تعالى لا بلاغ من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. الثلاث آيات عنا الآن، قال خالدين فيها أبدا، قال بالخلود وأكده بالتأبيد. وقد جاءت أدلة أخرى على هذا المعنى في قول الله جل في علاه، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وفي الآية الأخرى يريدون أن يخرجوا منها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وكل هذه الآيات دل على التأبيد بالخلود وعدم الفناء. نعم. وفي السنة في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهل النار فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون خالدين في هذا العذاب، الله المستعان. وأما أهل النار الذين هم أهل النار، أهلها اللي هم ليسوا من الموحدين يعني، فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. اللهم أمتنا على الإسلام يا رب العالمين. ولذلك قال الله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وأنت تعلم أنهم الله تعالى قال عنهم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقد قال الله تعالى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، يعني لا يحيا حياة يعني حياة النعيم وعدم العذاب، بل هو يحيا حياة العذاب. وفي البخاري في الحديث الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود إليه فإذا رأيت ربي مثله ثم أشفع يعني يخر ساجدا ويقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع فأدخلهم الجنة ثم أعود الرابعة فأقول ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن اللي هو قال فيهم الله جل وعلا على الكفر الفجر أنهم خالدون فيها. ووجب عليه الخلود، يقول ما بقي في النار، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. قال البخاري إلا من حبسه القرآن، يعني في قول الله تعالى خالدين فيها أبدا. وأجمع العلماء على أن النار لا تفنى وأن أهلها لا يموتون فيها ولا يحيون كما قال الله جل في علاه. ولذلك قال بعض العلماء من زعم أن أهل النار يخرجون منها أو أنها تبقى خالية أو أنها تفنى فقد خالف النبي صلى الله عليه وسلم وخالف ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. فالحق أنه يعني علماء الأمصار قالوا بذلك، قالوا بأن الجنة لا تفنى وأن النار لا تفنى، والجنة والحق والنار حق وهما مخلوقتان أو مخلوقان لا يفنيان أبدا. هذا قاله الإمام أبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي. والطحاوي أيضا قال والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. فمن دخل النار فهو مؤبد فيها إن كان على الكفر، يعني إن الله لا يغفر أشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن قال بفناء النار فهو ما نسب كما قلنا لابن تيمية وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يرون هؤلاء بأن النار تفنى. وطبعا معول الأمر عندهم رحمة الله تأبى الخلود في النيران. والذي أظهر هذا أجلاء هما نسب الكلام إلى النبي إلى ابن تيمية. ولهم أدلة من الآيات ومن السنة. أما الآيات قول الله جل في علاه لابثين فيها أحقابا، ففي قول لابثين فيها أحقابا فالأحقاب يدل على مدة مقدرة يحصلها العدد، يعني ليس التأبيد ما دام قد قال لابثين فيها أحقابا فليست على التأبيد، وهذا فيه نظر طبعا. وأيضا في قول الله جل في علاه خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. فهنا كما قلنا أنه قال خالدين فيها، قالوا يحصر بعدد، وهذا كلام ليس بسديد وليس بصحيح، بل تحمل الأحقاب هنا على أنها أحقاب لا تنتهي لقول خالدين فيها أبدا لا يموت فيها ولا يحيا. واستدلوا أيضا بقول الله جل في علاه قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. قلنا بأن هذه في نار الموحدين، في نار الموحدين، لأن الله جل في علاه لا يشاء
لأحد أن يخرج من النار إلا من كان موحدا، لأن حديث الشفاعة الطويل قال فيه رب العالمين شفعة الملائكة، شفعة المؤمنون، شفعة الأنبياء والمرسلون، بقيت شفعة أرحم الراحمين، فأقبض قبضة فيخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. وفي قول خالدين فيها ما دامت سماوات الأرض إلا ما شاء ربك أن ربك فعال لما يريد كلها على الموحدين، يعني إلا ما شاء ربك في الجنة الموحدون الذين غلبت سيئاتهم على حسناتهم دخلوا النار فقط للتنظيف للتطهير، وإلا ما شاء ربك في النار يعني نار الموحدين. ولذلك قال في الجنة خالدين فيها ما دامت سماوات الأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجوز، ففرق بين استثنائين، فإنه قال في أهل النار إن ربك فعال لما يريد، كأنهم قالوا فسيفعل فعلا لا نعلمه. والصحيح الراجح أنه قد بيّن محكما بأن النار لا تفنى. نقلوا هذا القول عن عمر ولم يصح، وعن ابن مسعود، وعن ابن عمرو بن العاص، وعن أبي هريرة، وعن ابن عباس، والحق أنه لم يصح عن واحد منهم. وأيضا ابن تيمية كان يقول بذلك نظرا إلى رحمة الله بالعباد، نظرا إلى رحمة الله بالعباد، وأن من رحمة الله للفعلاء ألا يعذب أحد على الخلود، ولكن نقول أنت نظرت وعملت النظر إلى الرحمة وتركت الحكمة، وأن من الحكمة أن من عاث في الأرض فسادا وحذره الله وأنزل له الكتب وأرسل له الرسل فجحد وطغى وبغى وتكبر فله الخلود في النار. هناك بعض العلماء قد توقف في ذلك، وهو ابن القيم قال بالتوقف، والصحيح في هذا الباب هو قول جمهور أهل العلم وأن النار لا تفنى. وأما نسبة ذلك لابن تيمية قلنا بأن تعديل القول في هذا الباب الذي ندين الله به أن ابن تيمية نعم ورد عنه القول بفناء النار يقصد ذلك نار الموحدين، ونحن معه فيما قال، نحن معه فيما قال، ولأن الخلود الذي جاء عن الموحدين كقتل النفس وغير ذلك هو خالد بخلودها، وأنها تبقى خاوية فتفنى، أنها تبقى خاوية فتفنى، هذا الصحيح الراجح في هذا الباب. وهذه مسألة عزيزة صراحة، وإن كنا لا نريد أن يعني نتكلم فيها كثيرا، لكن الصحيح الراجح في هذا الباب أن النار لا تفنى، أن النار نار الموحدين هي التي تفنى فقط، وأما النار التي هي النار فإنها نار المشركين لا تفنى ولا يخرجون منها. ثم انتقل المصنف إلى الشفاعة، وهذا يكون في الدرس القادم بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.